جزاكم الله خيرا. كذلك في عادات الزواج عندنا يذبح أهل العريس خروفا أو ماعزا في الوقت الذي يأتي به ابنهم بعروسته إلى المنزل، ويدعسها العريس والعروسة في الباب الرئيسي من المنزل. ما رأيكم في هذا العمل؟ الذبح بمناسبة الزواج وعمل الطعام هذا من السنة، من السنة أنه إذا تم الزواج فإنه إذا تم العقد فإنه يعلن بالوليمة من وسائل إعلامه عمل الوليمة، فهي سنة، وهي صنعة الطعام تقديمه للناس بمناسبة الزواج، وإذا كان معه ذبائح فهو أكمل. ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من أصحابه قد تزوج قال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. ولفعله صلى الله عليه وسلم هو إذا تزوج فإنه كان يقدم الطعام لأصحابه ويعمل الوليمة لأصحابه، وهذا سنة مؤكدة لما فيه من إعلان النكاح وإظهار الفرح والسرور بنعمة الزواج. وأما قوله يدعسها من الباب فلم أفهم المقصود، هذا لا أصل له، لا أصل له. المقصود أنها تذبح وأنها تطبخ وتقدم للناس يأكلونها، وما زاد عن ذلك فلا أصل له. نعم.